نعم، صباح الخير. هو الاستهداف الرابع خلال 72 ساعة للعاصمة كييف. هذا الاستهداف طال عدد من الأحياء السكنية حسب ما أعلنت السلطات المحلية. فيتالي كليتشكو عمدة المدينة أعلن عن 4 قتلى و13 جريحا خلال الاستهداف الأخير. 2 من هؤلاء القتلى هم من الأطفال، كانوا في طريقهم إلى الملاجئ حسب ما أعلنت السلطات المحلية وشهود عيان في حي ديسيانسكي وحي دنيبروفسكي. هذه الأحياء التي طالها القصف حسب الدفاعات الجوية، أطلقت القوات الروسية 10 صواريخ من طراز اسكندر ام وطراز اسكندر ك. هذه الصواريخ أطلقت من الجهة الشمالية وتحديدا من إقليم برديانسك الروسي المحاذي للحدود الشمالية لأوكرانيا. الصواريخ حسب الدفاعات الجوية تم إسقاطها، ولكن حطام بعض الصواريخ سقط على الأحياء التي ذكرناها، وأيضا سقطت حطام بعض الصواريخ على حي نبروفسكي في المدينة، ما أدى إلى اشتعال عدد من المركبات الواقفة في الساحات الخارجية للأحياء السكنية التي تم استهدافها. الاستهداف هذا يأتي تزامنا مع عمليات عسكرية تخوضها القوات الأوكرانية في محيط باخموت حسب ما ذكرت هانا مالار الناطقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، والتي أكدت بأن الوضع في باخموت عاد للاشتعال مرة أخرى. الهجمات الروسية لا تتوقف بعد عملية مداورة للقوات النظامية الروسية بدلا من ميليشيات فاغنر في باخموت، ولكن أكدت بأن القوات الأوكرانية تعمل على الحفاظ على الضاحية الغربية الجنوبية تحديدا ومنطقة ليتاك في مدينة باخموت، وتستمر عملية الدفاع، ولكن عمليات التقدم أو الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لا تزال بطيئة نوعا ما بسبب الهجمات وكثافة الهجمات الروسية في مدينة باخموت. هل بدأ الهجوم معتصم؟ يعني استعدادات كييف للهجوم المضاد كيف تجري مع أحدث حزمة مساعدات عسكرية أمريكية وكذلك التأكيد الأوروبي على تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى؟ نعم، القيادة العسكرية الأوكرانية لا تعلن عن موعد الهجوم المضاد، لا تزال الأنباء متضاربة حقيقة حول موعد هذا الهجوم، ولكن تؤكد بأنه سيتم. كان تصريح سابق لأليكسي ريزنيكوف بأن الهجوم المضاد أو عمليات الهجوم المضاد قد انتهت، ولكن لا يمكن الحديث عن موعد هذا الهجوم المضاد مع وصول أو إقرار الولايات المتحدة لحزمة جديدة من المساعدات تتضمن باتريوت أو أنظمة دفاع باتريوت وأنظمة دفاع أفنجر وعدد من الذخيرة للأسلحة الخفيفة. أود أن أنوه إلى أنه كان هناك زيارة للرئيس زيلينسكي يوم أمس لمدينة أوديسا ومنطقة أوديسا في الجنوب، اطلع فيها الرئيس على سير العمليات العسكرية واجتمع بعدد من القادة العسكريين في المنطقة، أجهزة المخابرات والدفاعات الجوية والبحرية. تم أيضا زيارة بعض من الجرحى في المشافي، وأيضا تم تعيين قائد عسكري أو حاكم عسكري لمنطقة أوديسا في المدينة. أشكر جزيل الشكر معتصم عابد مراسل الغد من العاصمة الأوكرانية كييف.